الله يقبلها يا محمد. شوف كلها سيارات محملة مخضر، والنوب يعني الدولة يقولون السيارات اللي محملة مخضر تعبر، مسموح لها على مو شنو ما تصعد على الفقير. شوفها حتى الدجاج مانعين اليوم، والله شنو متعارك المحافظ مال دياله ويا قائد عمليات دياله. قائد عمليات دياله منتفق ويا جماعة ياخذون له فلوس، المحافظ ما مطلعين له حصة فمنعوها. يعني من يقبلها هيجي؟ والبارحة ناشرين محكمة دياله العليا بين هذا الزرع يعبر بهاي السيارات الكناتر من ايران. هي الكنتر وين الطب الايران؟ عمي الله وكيلكم، كفيلكم من حسين ابو عبد الله. هاي السيارات تحمل من شمال العراق، من سليمانية، من كلر، من اربيل، زين؟ ولا عدهم منع، واقليم كردستان لا ياخذون فلوس ولا ابد. الفلوس والبوق والنهب والسلب كله عندنا محافظة ديالة. الله يقبلها يا محمد علي. هاي صارنا يومين اليوم نايمين بالشارع محملين وواقفين، والبارحة بالليل جونا الجيش وتولوا سياراتنا دق بالتواثي. من يقبلها؟ الله يا محمد علي، الله لا يوفقهم نسل، لا نقول شي ولا أبد، مسلمينهم بيد الله وأهل البيت. والله سيارات محملة مخضر، يعني شنو ذنب هاي العالم؟ رجال شايب البارحة يقولهم يا ابوي، يقول للجندان بقد ابوك، يقول له يا ابوي انا احترم ابوي، زين؟ يقول انا لو احترم ابوي ما جابني هنا بهيج مكانات، زين؟ جاسوا براس خير وشارب وشغلته تعبانه، زين؟ سووا لنا حل مو هسه حتى ملينا. يعني الفقير شلون يعيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع كما تابعتم في هذا المقطع عن السيطرات وما تفعله بحاملي البضائع من تجار ومن سائقي شاحنات يحاولون الدخول ببضائعهم إلى بغداد وإلى محافظات أخرى، لكن هذه السيطرات تقوم بابتزاز التجار وبابتزاز سائقي الشاحنات بهدف الحصول على تاوات أو رشا، والمقابل كما استمعتم أرقام عالية جدا، وسنستمع في مقطع قادم بعد قليل على أرقام تصل إلى حتى 800 دولار مليون دينار عراقي، أرقام كبيرة جدا. تدفع هذه الأرقام إلى غلاء البضائع التي تدخل إلى العاصمة أو محافظات أخرى، وبالتالي ترتفع أيضا على المشتري البسيط الذي فرض الآن في العراق حظر تجوال بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي كثير من العراقيين الآن نسبة بالملايين يعملون بقوت يومي، يعني أجر يومي، يعمل باليوم الواحد يحصل على مقابل يقوم بشراء البضائع له ولعائلته. وبعد فرض هذا الحظر تم إيقاف كثير من الوظائف وكثير من المهن والأشغال، وبالتالي فقدت عوائل كثيرة القدرة على الإعالة من قبل المعيل، لأنه خلص فقد الوظيفة. وبالتالي هذه المواد الغذائية عندما تدخل، الخضروات أو الفواكه أو غيرها، عندما تدخل إلى العراق أو تدخل إلى المحافظات بهذه الأسعار الباهظة، لن يستطيع المواطن أن يقوم بشرائها بسبب فرض حظر التجوال وبسبب غلاء الأسعار الآن. سيكون هناك عبء مضاعف على المواطن. دعونا نشاهد هذا المقطع لتجار الخضار والفواكه بعلوة الرشيد في بغداد، وهم يشكون من استغلال السيطرات للوضع الموجود الآن في العراق وعملية ابتزاز علني في وضح النهار، وليس هناك من يسائل هذه اللجان أو هذه السيطرات الأمنية التي تقوم بابتزاز علني للمواطنين، فنشاهد. السلام عليكم وحياكم الله، اليوم بعلوة الرشيد، شلونك حبيبي؟ شلونك قلبي؟ شلون اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلونك؟ ما سولف لنا سالفة المخضر اليوم شنو؟ اليوم دياله ساديها من كل المنافذ، الحسينية ساديها، سلطة الشعب والحسينية ساديها، على كل سيارة يريدون مليون ومليون ونص قاموا يطلبون. لا والله خاوات، والله ياخذون من عدة دولة، أي دولة تاخذ من عندنا خاوات. شلون؟
انتم ما عندكم تصريح؟ اي حجي ماكو تصريح، ماكو تصريح هسه الدخول. وهسه كيلو الطماطم صعد، هسه صار ب1500 وبعد شوي يصير ب2000 وبعد يعني بالاسعد، والبصل صعد والنو محامض والبرتقال والبرتقال والفواكه والدنيا، بس الباقي اللي رخيصه بالعلوه بس. والخس ايش حكي؟ هسه الطماطه بيش؟ اي طماطه بيش هسه؟ هسه اليوم صارت ب1500 ب1500 اي هاي ب1500 هنا بالعلوه. اي بالعلوه قطعه عموله يصير ب2000 ب2000 البصل بيش اليوم؟ البصل اليوم ساعه صاير ب1500 ب1400 ايش حكي؟ الليمون، الليمون يوم صعد بثلاثة باثنين ونص. الليمون ترى مو العراقي، المستورد. ما مين عراقي؟ معناته إن شجرتين عندنا بالعراق، شجرتين عندنا بالعراق. شو الغد 35 مليون؟ زين هسه الغديهم هو مناعة عود الليمون هسه. المستورد هسه يدخل لنا لو ما يدخل؟ قاعد يدخل بس السيطرات ما تخلي. يدخل المستورد؟ يدخل بس السيطرات ما تخلي، منافذ الحدودية قاعد تخلي. خلف الله على كردستان قاعد يخلون. لا والله، والله العظيم مو يحجون عليهم، بس خلف الله عليهم هسه فاتحين المنافذ مالتهم. لو مو كردستان اللي يشتري كيلو طماطه ب10000، هم العراقيين ايش عندهم؟ بس اهل الزبير عندهم ويلزمون ولي كل يومين. بس عندهم قاموا يبيعوا ب 17000. يتحكم بالسوق منو؟ الفلاح لو منو؟ لا لا يتحكم، السيطره تتحكم به والمنافذ. عجيب. اي بس المنافذ والهاي كل. مشاهدينا الكرام، عندما تكون هذه المعلومات عند مواطن بسيط فبالطبع الدوله تكون لديها المعلومات الدقيقه. عندما يعلم المواطن أن المتسبب في رفع أسعار المواد الغذائية في المحلات والأسواق هي السيطرات التي تفرض الإتاوات وعمليات الابتزاز على التجار، وبالتالي يضطر التاجر إلى رفع قيمة السلع التي يدخلها إلى المحافظات نظرا لأنه دفع مبالغ كبيرة في جلبها، فبالطبع الدولة تعلم أيضا، الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال تعلم بطبيعة أعمال هذه السيطرات، بل حتى يقول مراقبون ومتابعون أن جزء كبير من في العملية السياسية الآن هم شركاء في هذه السيطرات بنسب معينة. معنا الآن السيد رداد من جرف الصخر. رداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ احنا من جرف الصخر، أحد مهجرين جرف الصخر، صار لنا اليوم 6 أشهر لا متعادات ينطلنا، قاعدين المخيم السيبت. نعم. لا احد يصلنا، لا احد يصلنا غذائي والله هاتنا وفاقعنا. نعم. وعايشيننا، لا مسؤول يجي لنا، لا غيره يجي لنا، وعاطينا جو هالشمس، جو رحمة الله. شلون عايشين يا رداد؟ والله يا عم عايشين لا حول ولا قوة، تجي لنا الغذائية مال الوجبة، يعطونا لو طحين وزيت وهاي هي، على هاي وعايشين بس فقط. لا اكثر ولا اقل، ولا يجينا مسؤولين خلاص. انت الطالب يقول لك ماكو هسه. نعم. لا حول ولا قوه. طيب طحين وزيت، بقيه المواد، بقيه احتياجاتكم، بقيه متطلباتكم، شلون تقضوها؟ والله ما حد يجينا ولا حد ينطينا. قلت لك تجينا الغذائيه مال الحصه مال التومينيه ناكل، ما تجينا لا حول ولا قوه. لا شغلك ولا عمل ولا تقولنا صوت حد خلي لنا باقي الشغله. نعم. ليش ما يرجعوكم الى جرف الصخر يا رداد؟ والله يا عمي جرف الصخر هسه بها حزب الله، او تعرف انت هاي المؤسسات وهاي المشاكل الدوليه مشاكلها ما فاضتها. نعم. هي حكومتنا الحكومه الانبار ما نطب بها، شلون احنا نعود لها؟ قل لي رداد، انتوا تواصلتوا ويا مسؤولين قلتوا لهم يا ابي ليش ما ترجعونا؟ انتوا مو اعلنتوا تحرير جرف الصخر، ليش ما ترجعونا؟ والله طبعا رحنا قعدنا ويا ناصر الغنامي وقعدنا وسولفوا كفاريتنا وقالوا ان شاء الله، وطلع بالتلفزيون قال سوف نزف بشره المهجرين جرف الصخر. هذا الحكي صار له شقد؟ هذا الحكي والله صار له تقريبا 15 يوم شهر، يعني طلع ناصر الغنامي بشقيته حكى وكل شيء، لا ولا سوى لنا اي شغله. نعم. وما تبعد اي من المنطقه اللي ما تبعد كيلو احنا قاعدين. الله يكون بعونكم. يعني نشوف الابراج مال حزب الله هذنيك وين، البينات هذنيك وين. نعم. اي والله يا عمي. نتمنى صوتك ورسالتك تكون وصلت يا سيد رداد من جرف الصخر. أنا أشكرك ونتمنى تعودون إلى مدينتكم سالمين. كما استمعتم مشاهدينا الكرام، أهالي جرف الصخر المهجرون منها 7 سنوات مضى على تهجيرهم، وأعلنت الحكومات المتعاقبة وقتها حكومة العبادي
أنها تم تحرير بين قوسين جرف الصخر، لكن كما استمعتم وليس فقط كلام السيد رداد، كلام ناس كثر من جرف الصخر ومن غير جرف الصخر. ميليشيا حزب الله موجودة في هذه المدينة، مستوطنة في مدينة جرف الصخر، وترفض إعادة النازحين، إعادة أهلها، إعادة أهل المدينة إليها، وتمارس أنشطة كثيرة حقيقة، من ضمنها طبعا السلاح والمخدرات وغيرها. من معنا الآن؟ السيد محمد من بغداد، تفضل محمد. أنا أسمعك، تفضل. تفضل حياك الله، أنت مشارك على الهواء مباشرة، تفضل. الله يبارك فيك، والله إني قدم شكوى لك، لأن الوضع تعبان من عرق بيصير، يعني من أول الدنيا كلها الاستيراد فدوا عيني كلها، يعني لازم حل، يعني اللي قاعد لا شغل عنه شو بيسوي. نعم سيد محمد، شنو رأيك باللي دا يصير، باللي دا يصير بعمليات السيطرات وعمليات الابتزاز للتجار وسائقي الشاحنات اللي دا يطببون مواد غذائية للعراق أو البغداد، واللي دا تغلب سببهم بسبب هاي السيطرات المواد الغذائية على المواطن البسيط؟ الدولة وين دورها إذا هي ما تقدر تسيطر على السيطرات واللي دا يصير بالسيطرات؟ نص صوت التلفزيون يا محمد. محمد. اي نعم يا ولاد، بس نص صوت التلفزيون يا اخي رجاء. نقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني علينا الاستيراد، يعني العلوه، يعني شدي الفقر شدي يسوي بالزعم عليك. يعني الفقر شدي يسوي، احنا كاتب لا راتب عندنا، لا رعايه، لا يا مرحلة، أنا كلها يعني مزودة علينا، الفقر شدي يسوي، داعش الفقر شدي يسوي، يعني وقاطعين حضرتك اجواء علينا، يعني شيء وين توجيه؟ نعم. المستشفيات ما فيها لا خدمات، يعني لا، يعني شيء، يعني المراقبة من تجي من الصحة كل يوم بوق بوق، الدكتور يعني ما على على حرمة راكبة يعطونك المستشفى. نعم. كل مستشفى بالخير ما له ما في. نعم يا محمد، أنا أشكرك للمشاركة معنا. السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير. تحية لك وتحية القناة وتحية الكادر القناة. الله يسلمك. بالنسبة لأستاذ محمد، هذا يتكلم الأخ من الخضرة والسيطرات. نعم. هو ما في دولة، حتى لو كان هو لا يوجد دولة، أصلا هي عصابات مجرمة، ناس كلها إرهابيين قتلة مجرمين، هذول لا يوجد دولة، قبعات قبر قبعات صفر، الدولة لا يوجد دولة، معناتها يا أستاذ محمد. نعم. العراق تحت فوضى، عصابات، دولة عصابات. نحمل الأمم المتحدة المسؤولية، المفروض إدخال العراق تحت الميثاق السابق للأمم المتحدة، لأن العراق يعني لا دولة، دولة إرهاب، يعني دولة لا يوجد بها دولة، مع الأسف شعب يستحق الاحترام، لكن دولة لا يوجد في العراق، هي دولة، هي دولة مجرمين وقتلة جابوها من كل إرهاب العالم. نعم. دولة مجرمة بكل اكتفاءات الإجرام، هذه الإرهاب بعينه، وتحية لك. شكرا جزيلا سيد أبو فيصل، كنت معنا من السعودية. معنا السيد محمد من الناصرية، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أحييك وحيي قناتكم المفضلة المباركة. الله يسلمك. الله يحفظك أستاذ محمد. إحنا بالنسبة للدولة، يعني السيطرات، نعم، هم يعني الحكومة عاجزة، الدولة عاجزة، النظام هذا عاجز، يعني ما يقدر كل شيء يسوي، لا يحل ولا يربط. نعم. هو لو كان يعني ما عاجز وكان عنده قوة وكان كان ميليشيات تحسهم كان قدر يردعها، قدر. ليش يعني دولة ميليشيات، دولة عصابات، دولة إجرام، نعم، دولة قتلة، هم يعني ما يقدرون لا سيطرة ولا على غيرها ولا على الميليشيات. عاد يعني منتهية فقد مرة. بس احنا شو نسوي؟ احنا نقول الناشد، يعني الناشد الخيرية، الناشد الجمعيات، العفو، الجمعيات الخيرية، يعني اخوانهم، الله الله، اخوانهم المسلمين، يعني ان احنا النظام هذا ما نفكر عليه. يعني سمعت يا محمد بالمقطع اللي عرضناه، يعني نعم، سمعت بالمقطع اللي عرضناه في بداية الحلقة، يقول الشخص اللي دي يسجل، يقول هاي السيطرة اصلا، واحنا صار لنا يومين ونص واقفين لانه صار اكو اختلاف ما بين المحافظة ديالة وقيادة العمليات، قائد العمليات، فاختلفوا على النسب، على توزيع الحصص اللي دا تطلع من هاي السيطرة، ولذلك قافلين علينا الطريق صار لنا يومين ونص.
الناس اللي منتظرة هاي المؤن، اللي منتظرة الطعام ومنتظرة الشراب وظل حظر التجوال، والحالة المأساوية اللي يعيشوها العراقيين النسبة الكبيرة من الفقراء، معتمدين اعتماد كبير على هاي المواد الغذائية اللي بدها تجي. طيب الدولة هاي أو الحكومة ماكو رقابة، خلية الأزمة المشكلة شنو دورها إذا ما تقدر تسيطر على الوضع وده تقيم الأضرار الناجمة عن مافيات الفساد اللي موجودة بالعراق؟ هي هاي ما لها كل دور، ما لها يعني عاجزة هي أمام هاي السيطرات الميليشيات، عاجزة ما تقدر يعني كل دور ما لها. أنت تدري ساعدنا بالناصرية كيلو الطماطم صار بألفين دينار، كيلو الباذنجان بألفين دينار، يعني ما حد ماكو رقابة، ماكو دولة، ماكو أبدا، يعني هاي عاجزة، يعني عاجزة ما تقدر كل شيء تسوي، ما يعني كل واحد بكيفه، كل واحد يصعد السوق هذا بكيفه، يعني ليش؟ لأنه هي الدولة نفسها هي عاجزة عن هذا. بس احنا شو نسوي؟ احنا الناشد يعني الجمعيات الخيرية نقول الله الله بالمسلمين، الله الله بإخوانهم، الله الله بالغذائية، يعني وصولهم الغذاء، وصولهم الطعام، لأنه المسلم أخ المسلم بالسراء والذراء، ومن أصبح وأمسى ولا يهتم بشؤون المسلمين فليس منهم. احنا نقول جزاء وما قصروا، بس احنا بعد نحثهم على المسلمين على إخوانهم. صحيح. يا لما دان تكلم واعتمدوا على الدولة، ترى والله يشهد أستاذ محمد الدولة كل حظ ما بيها وكل خير ما بيها، دولة مجرمة قتلة، وخاف أقول لك هم متقصدين لإبادة الشعب العراقي. نعم وشكرا. شكرا جزيلا سيد محمد من النصرية. السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. الله يحفظك أبو محمد، الله يسلمك، الله يحفظكم إن شاء الله، الله يبارك، الله الله يرحمه، شو هذا العراق وشو هذا جرح العراقيين من الصغارين. والله يرحمنا شيخنا جليل حارف الباري يا ابن محمد، يعني هاي الخضرة وين يروح؟ هاي المواد يعني احنا كاتلنا الجوع، يحضرون هاي السيطرات يسوون هاي الشغلات، ليش الله يقبلها محمد يقبلها؟ ونقطة ثانية ابني محمد، هذي طلعون محللين سياسيين كشرمز عبد المجيد بادر الكلي فلاح رافع الفلاح، نعم اي هذول يطلعون، خلوهم هذول هذول ورود مال العراق، هذول شرفاء العراقيين يسمع العراقيين، انا احبهم بالقران الكريم، انا احبهم قلت بالله العظيم. أنا اليوم ما أدري شلون الريق جالي، ما عندي بالقرآن العظيم، ما عندي ذاكرة طماطم بالفيت والبصل بالفيت، منين أجيب؟ وأنا عطال بطال، وأنا عمري 80 سنة، منين أجيب؟ حتى قمت أجيب ما عنده يطيقني، لأنه العالم ما عنده يطيقني. يا ابن محمد بالقرآن الكريم، بالقرآن الكريم لو القرآن بالشوارع، الله يكون بعونك يا رب، الله يكون بعونك. لجبت مقدم بالشرطة قلت له انطيني انت مقدم، اني صار عمري 80 سنة وعندي 32 طفل، انطيني شبه بوجهي قال على ابوك يا ابو جابك عليها، الله يقبلها محمد يقبلها. شنو هذا يا ابني محمد؟ شنو هاي الوضع يا ابن العراق صارت؟ شنو هذا يا الله؟ شنو يعني العراق ضاعت؟ العراق ما عنده بي أحد، ما كبي حكومة، يا حكومة على الرسالة دي، الله أكبر، الله أكبر، الله يكون بعونك يا سيد أبو زكريا، ونقدر مشارك ودموعك، يعني لأنه يتألم الإنسان عندما يقوم بخدمة هذا البلد لعشرات السنين ثم يأتي لمرحلة لا يرى البلد الذي خدمها تقدم له نظير هذه الخدمة، تقاعد، رعاية، اهتمام. شكرا سيد أبو زكريا من كركوك. لا توجد بلد تقوم بإهمال أبنائها كما يحدث في العراق الآن. منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة يعاني كل العراقيون، كل العراقيين بشكل عام يعانون من بطش هذه الحكومة، من فسادها، من سطوة الميليشيات، من عمليات الابتزاز العلني، يعانون من كل شيء. الآن دخل علينا فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، والعراق الآن في أزمة حقيقية. الموضوع ليس تهويلا ولا شيء، لا فعلا العراق في أزمة حقيقية، أزمة كبيرة جدا، أزمة اقتصادية وأزمة صحية كذلك. ونرى الآن هذه الميليشيات في ظل وجود خلية الأزمة المضحكة طبعا التي شاهدنا
مقطعها المنتشر والفضيحة التي كانوا يرتبون فيها الصيغة التي كانوا سيعلنون عنها، وكذلك النظام الذي تدار به الدولة بهذه الطريقة نظام فوضوي عبثي. فبالتالي كل العون، نتمنى من الله أن يعين الفقراء والمحتاجين في العراق، لأنهم فعلا هم الطبقة المتضررة فقط من ما يحدث. نعم هناك ضرر واقع على جميع العراقيين، لكن الفقراء في العراق يعني لهم الله حقيقة فيما يحدث، كارثة إنسانية كبيرة جدا ستطال العراقيين. سعد من الكويت تفضل. السلام عليكم يا أستاذ محمد. حياك الله. الفوات لا تجوز وطنيا إسلاميا، وعلى الجهات المختصة منعها فورا، وعلى البرلمان أن ينتفض لهذه المعافية. نعم. كذلك يا أستاذي بالنسبة للكورونا سوف تؤدب من تشنج على الضعيف والضعفاء، وتعاقب من أعلى الغلابة كالنرفز عليهم. وكذلك يا أستاذي بالنسبة للإعلامية العراقية شوادة ربنا الشافية، وتحياتي لك. شكرا جزيلا. سيدة أم عبد الملك من كركوك تفضلي. سيدة أم عبد الملك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. نص صوت التلفزيون رجاء لو سمحتي. ألو سيدة أم عبد الملك، نصي صوت التلفزيون إذا كنت تسمعيني من التلفزيون. ألو تفضلي أسمعك. ألو أخويا، أنا أطالب بالعفو العام. نعم. والله العظيم يعني السجناء، أنا زوجي عنده كتاب إفراج. نعم. وكتاب إفراج موجود عنده وهذا، والنوبة حكمه إعدام. والله العظيم يعني هو كل شيء ما عنده. نعم. كل شيء ما عنده، ويعني أي تهمة أي شيء ماكو إلا شنو أربع إرهاب، شنو ما يطلعون المساجين. والله العظيم التعذيب يعني. وأخويا الثاني سجن الناصرية يعني بالتعذيب. نعم. فرد مرة صار لنا 6 أشهر ما مواجهين. نعم. يعني إحنا فرد مرة قاعد نعاني، بس نطلب من كل الغيارة ومن كل الشرفاء يطلعونا، بس المساجين ينطوهم عفو عام. نعم. حتى يعني إذا صار الفيروس داخل السجن يعني ما حد يرحم. نعم. كلها يعني يصير بلاء، يصير كارثة هناك بالسجن. نعم نعم. احنا نطلب من السياسيين ان شاء الله بس يوافقونا على العفو العام. نعم. نتمنى رسالتك، نتمنى رسالة. شكرا جزيلا. نتمنى رسالتك تكون وصلت ويسمعها من يهمه الامر. وفعلا هذه المناشدات حتى هذه اللحظة رغم عددها الكبير الا انها لم تحرك شيئا من ضمائر السياسيين الموجودين في العراق، والا لاتخذوا خطوات عاجلة ومستعجلة في اخراج أو إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، لكن هذه خطوات لم تطبق ولم تنفذ. نعود إلى موضوع المشاهدين الكرام، هو قضية السيطرات التي تقوم بخنق التجار وسائقي الشاحنات، وكذلك تكون سببا في رفع الأسعار. طبعا هذا لا يمنع أن هناك من الجشعين موجودين في العراق، نعم، من تجار ومن باعة، نعم، لكن هم لا يمثلون شيئا من الغالبية. وفعلا هناك ضرر حكومي وميليشياوي يقوم بالمساهمة برفع الأسعار على المواطنين المتبضعين من هذه المحلات. استمعتم إلى حديث أحد الأشخاص الذي عرضنا مقطعه قبل قليل من علوة الرشيد، يعني أمر حقيقة مضحك مبكي أن نرى يتحدث عن، يقول أنه كل العراق عندنا شجرتين ليمون بسخرية. فعلا لو كان هناك منتج وطني لما احتجنا إلى هذه البضائع المستوردة التي تقف على السيطرات وفي الطرق وتعرقل من قبل هذه الميليشيات أو القوات الحكومية. طيب نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. هذا ازدحام سرحة ما بين كركوك وبغداد. هاي العالم صار لها يومين واقفة محملة مخضر. يعني المواطنين المفروض تعذر البقال لان وسائل نقل ماكو، وخلي المواطنين يعذرونه. هذا حالنا احنا بالسيطرات. هاي دورية مع الضابط، هذا ديفتر، وهاي الهمرات واقفة. هذا الزحام، هاي العالم صار لها
هنا يومين الناس تقول ثلاثه، شو وقت ينفتح ما حد يعرف. هاي ناس هيك على التراب. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، يظلون بالأيام ينتظرون دورهم للدخول إلى بغداد أو إلى غيرها من المحافظات، يمنعون من الدخول لأسباب كثيرة، والرشاوة والابتزاز طبعا هي أهم الأسباب التي تمنع الناس من الدخول إلى العاصمة، خاصة من يقوم بتحميل المواد الغذائية والتي لا تحتاج إلى وقت طويل لكي تفسد، كالدجاج أو الخضروات والفواكه التي حتى وإن كانت في سيارات للتخزين لكنها لن تصمد لفترة طويلة. السيدة أم علي من بغداد، تفضل يا أم علي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر قناتكم الشريفة اللي توصل صوتنا. نعم. أستاذ محمد، أنا عندي سجين وصار شهرين ونص، صار شهرين ونص أنا ما أدري لا مواجهة لا فلوس لا مصرف. أستاذ محمد، نعم. إحنا بهيك ظروف، احنا بهيك ظروف يعني تعدينا امتنا جوع، فكيف بالسجن؟ نعم بالسجن، لا مواجهه لا فلوس، المرض اكلهم، الجرب اكلهم، بيتنا الناشف بالعب، يلبون اي طلب، هم على اولادهم يقبلون يقبلون على هاي الوضعيه. نعم بس يفرجون على الشعب، يردون يموتون اولادنا، والله لو تشوف تروح للسجون مأساة السجن، مأساة شباب بعمر الورود نحن بالسجونه، نحن بالسجونه بغزه والعراق، نهبه والعراق كتله المتظاهرين، اعدامات، ما يحاسبوهم، يجون على الفقره، يجون على الشباب، يجون على الفقره، خلي يحاسبون نفسهم هذول القضاه كل الحكم مالهم. استاذ محمد طب للسجن وشوفوا الحكم مالهم من 15 لل 20 على ابسط القضيه. نعم نعم. التمييز فلوس، الفقير هسه اذا طلع عفو عام ما يطلعون الفكره، يطلعون اللي ينطي دفاتر. استاذ محمد نعم ينطي دفاتر يطلع. نعم التمييز تروح على القضيه الدعوه من يدحكم السجين، تروح دعوته للتمييز. نعم التمييز تروح تسال بالتمييز يقول لك صدقكم دفترين ثلاثه، ينزل حكم من المؤسس الى خمس سنين. نعم صايره هاي عدنا، صايره عدنا. استاذ محمد حابت الامهات تبكي وحابت الزوجات والاطفال ان شاء الله ما تموت عليهم بجاه الحسين ان شاء الله. واني اشكر. شكرا يا سيده ام علي، شكرا جزيلا. معنا ايضا ام علي ولكن هذه المره من السماوه، تفضلي يا سيده ام علي. فقدنا الاتصال مع ام علي من السماوه. طبعا أكبر دليل على، رغم أنه الموضوع يعني ليس عن المعتقلين اليوم، لكن هذا مطلب شعبي ويزداد يوما بعد يوم بسبب الظروف السيئة التي يعيش بها ويمر بها العراق. من الحالات الحقيقة التي صادفتني بحياتي شخصيا أنا يعني معرفة بشخص ظهر على قناة العراقية، هذه القناة الحكومية التي يتم صرف رواتب موظفيها من أموال الشعب العراقي، شخص متهم بالإرهاب وأنه قتل لجان في السيطرة الحكومية وكذا، ثم بعد ذلك أطلق سراحه لأنه اعترف تحت التعذيب، وغيرها من حالات كثيرة طبعا بالعشرات. يا ما يدفعون فلوس مبالغ كما قالت السيدة أم علي من بغداد، دفاتر يعني 10,000 دولار للدفتر كما يسمى محليا، حتى شوف كم دفتر يعني يحتاج حتى يطلع، تهم إرهاب، أنت قاتل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، لا يهم، تدفع فلوس تطلع. هذا النظام المتبع، من لديه القدرة طبعا استطاع أن يخرج أبنائه أشقائه يعني بغض النظر، من ليست لديه القدرة بقي في المعتقل ولغاية هذه اللحظة ويسمعون حسكم والله يفرج عنهم طبعا. وبخلاف طبعا دور المحامين اللي مصوا دم ناس كثر في أمن المحامين واستغلوا هذه حاجة الناس لإخراج أبنائهم واستغلوها واشتغلوا عليها وأيضا جمعوا كثير من الأموال. من معنا الآن؟ السيدة أم علي من السماوة عادت مرة أخرى، تفضل يا أم علي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر قناتكم الموقرة يا أخي
وعندي مدخله شوي على الحكومه هاي، احنا هسه مو على الازمه. نعم. على الحكومه اقول ليش يعني ما يعطون عفو حالها حال الدول؟ الدول انطت عفو للمساجين، ليش المساجين مظلومين؟ نعم. ليش ما يشوفون الدول؟ الدول يعني كلها انطت عفو، ليش احنا مظلومين؟ ما عندنا حقوق انسان ناشد، لا حكومه، يعني شنو السبب؟ نعم. ليش عاقدين؟ ليش الحقد هسه هذا على الشعب؟ ليش الحقد هذا؟ يعني هو صار يعني السجناء يعني هم يتحملون مسؤولية السجناء باشر إذا صارت بها كارثة يتحملون مسؤولية السجناء يعني العدة تنازل ليش مبقينه؟ أكو هواي مظلومين، أكو هواي أبرياء مواجهة صعبة، قالوا طلعوا قبل فترة قالوا رح موبايلات وتخابرون وماكو لا موبايلات ومصرف ماكو ملابس ماكو، يعني كل شيء رديد. الحكومة ليش ما تنتبه إن الحالة الحال الأمهات؟ نعم. اي والله نشكر قناتكم، بركه الله يعني تسمعونا، بركه اكو شويه شريف شوي يسمعنا، يسمع صوت الامهات، اخوات، زوجاتهم، اطفالهم. ان شاء الله. والله الله ما يقبل هيك، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ان شاء الله يا ام علي، ان شاء الله نشكرك ونتمنى صوتك ورسالتك. والله يا اخونا قلوبنا محترقه، احنا امهات وقلوبنا محترقه على ولدنا. نعم. يعني ظالين هيك ابرياء بالسجن. نعم. الله يكون بعونكم، انا اشكر السيدة مالي. خمس سنوات واربع سنوات اكو. سيدة مالي نعم. هذا مطلبنا احنا، هذا مطلبنا احنا، اي والله نشكركم. شكرا جزيلا، شكرا سيدة مالي من السماوة. نتمنى صوتك ورسالتك تكون وصلت لي كما قلنا لمن يهمه الامر، لمن لديه الضمير ليتحرك حتى يقوم حقيقة بالضغط على قضية اخراج المعتقلين الابرياء من السجون الحكومية الميليشياوية الخاصة السرية والعلنية. لأنه في العراق السجون هناك سرية وعلنية، و يعني كان الله بعون الأبرياء في المعتقلات، ما الذي يحدث لهم من تعذيب واضطهاد ومعاملة سيئة لا إنسانية كما وصفتها كثير من المنظمات الدولية. ويانا الآن السيد عبد من جرف الصخر، تفضل يا عبد. أخي إحنا السلام. عبد تسمعني يا عبد؟ غير جاهز. معنا السيد ابو عبد الله من لندن، تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي محمد، بخصوص السجناء الذي تحدثت عنهم الان، قلت الله اعلم ماذا يحدث لهم. نعم، حتى احنا بس اسمح لي ابو عبد الله، احنا دا نسمح للناس اللي عندهم قضيه حقيقه من النساء او ذوي معتقل انه يدخل ويعبر عن رايه، بس احنا اليوم موضوعنا عن اللي دا يصير بالسيطرات، يعني احنا حتى لن نقود الموضوع الى شيء اخر. انا اريد راي حضرتك بموضوع السيطرات وعمليات الابتزاز، واين دور الدوله في منع هذه المظاهر اللي من سببها او من سبب من اسبابها انه هي ترفع الاسعار على الناس البسطاء. اخي محمد اشكرك جزيلا، لكن بعجاله، انا كمواطن اتذكر السجناء يعني قالوا نريد البقاء، يعني الامريكان غزوا وقتلوا في ابو غريب، لكن قالوا نريد البقاء في سجون الامريكان ولا نريد ان يحولونا الى سجون المالكي، معناته طيب. ان هناك تعذيب اشد، هذه بعجاله. قصدي اخي محمد، احنا يعني المتتبع للاحداث السياسيه ونقص فحص للوضع العالمي، يعني مثلا نموذج ماليزيا وسنغافوره. سنغافورة وماليزيا ما عندهم الإمكانات الاقتصادية ما يملكه العراق، لكن الدولة على رأس الهرم عندهم الحكومة حكومة رشيدة، حكومة عاقلة. أين وصلت ماليزيا؟ أي مواطن عراقي ممكن يروح إلى ماليزيا وسنغافورة ويقارن بين وضع ماليزيا وسنغافورة ووضع العراق؟ العراق يعني يعيش على بحر من البترول. أخي محمد، نحن التمر، أنا أتحدث عن التمر، عن النخل. التمر فيها قيمة غذائية عالية. البلد العراق بلد الحبيب، فيها أكثر من 73 صنف من التمر. إيش سووا الميليشيات؟ حرقوا كل مزارع التمور. مفروض الآن من 2003، يعني عندما همام حمودي يقول الحرية الذي أنتم فيها يحسدوكم عليه دول الجوار. تعال انظر إلى دبي، تعال انظر إلى السعودية، إلى الكويت، كم يزرعون من أشجار التمور؟ التمر فيها قيمة في هذا الوضع، في هذا الوضع الاقتصادي، يعني التمر فيها قيمة غذائية. هم قطعوا خربوا كل مزارع التمور. تعال إلى أحواض الأسماك، عندنا نهر أزيع بين دجلة والفرات، قتلوا ملايين الأسماك يا أخي، حتى الحيوانات في النهر قتلوها. فقصدي
يعني أنتم فاسين وقتلوا مجرمين وسراق، إذا تنحوا يعني الآن أنتم كسبتوا للشعب العراقي تنحوا بأدب وحتى علشان خذوا شركم إلى قمة طهران. خلوا يعني الشعب العراقي عندما تظاهر قبل فيروس كورونا، عندما قامت الشعب العراقي قالوا إيران برا برا بغداد تبقى حرة، فاللي أي واحد يعني مع إيران تفضل روح هناك عيش في إيران. وفوق هذا جابوا لنا الفيروسات ويتهمون المناطق الأخرى، يقول والله أن هم جابوا لنا المرض. أنا أخي محمد أمس تكلمت مع عقاري في كركوك، قال هناك رجال أعمال شرفاء وصلاء في كركوك يعني يتبرعون بأموال لأصحاب المحلات، قالوا أي واحد يأتي فقير ما عنده فلوس ساعدهم مجانا نعطيهم له مواد غذائية، فما زال البلد فيها خير. نعم بالضبط يا أبو عبد الله، البلد الحمد لله العراق بخير وبناس خير، لأنه الناس هي اللي شايلة البلد لغاية هاي اللحظة ومانعتها من الانهيار، الناس الطيبة واللي أهل الخير اللي يساهمون بمساعدة الفقراء. تعرف حضرتك العراق الآن اعتماد كامل على التصدير، بلد مستهلك كل شيء ما عنده ومن سيء إلى أسوأ، لولا أهل الخير الموجودين الآن البلد فعلا كان ينهار تماما. يعني هم اللي لازمي وقدر المستطاع محافظين عليه من الانهيار. عندنا ملايين تحت خط الفقر ومدى ملاقين يأكلون. نعم أخي بكل تأكيد أخي محمد، لكن مثل ما أقول لو هؤلاء يكفون شرهم يعني يطلعون يسمحوا للناس الوصلاء شرفاء. البلد فيها تربة غنية وفيها النفط والبترول، ممكن العراق يعيش أحسن من كل بلدان المنطقة. صحيح. أنا أشكرك سيد أبو عبد الله من لندن. سيد أبو ياسين من بغداد، تفضل يا أبو ياسين. أبو ياسين موجود؟ السيد أبو ياسين من بغداد غير جاهز. نقرأ الرسائل مشاهدينا الكرام الواردة على الواتساب من المشاركين الكرام. في أول رسالة لدينا زهراء من العمارة تقول: السلام عليكم، أحيي كل عاملي قناة الرافدين. المعتصمون لن يتركوا الساحات وفاء لدماء الشهداء، وإذا المتظاهرين ردوا لبيوتهم شيء أكيد راح يقتلوهم. الثوار واجهوا أشد أنواع القمع والتعذيب وواجهوا كل شيء، أكيد قادرين على مواجهة الفيروس، إن شاء الله منصورين على الحكومة وكورونا، وتحياتي لكم. شكرا لك يا زهراء. في رسالة لدينا من أبو حاتم من الموصل: السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. أستاذ محمد، المتعارف في العالم القوات الأمنية أجمع لحماية الدستور والمواطن والشعب والدولة. اليوم نشهد في العراق أن القوات الأمنية لحماية النظام ورأس النظام، وهذا هو فشل الدولة بعينه. متى ما وقفت القوات الأمنية لحماية الشعب والدستور والمواطن والابتعاد عن بالروح بالدم نفديك يا أفلان ويا علان، أبشروا بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي، إحنا ابننا انسجن صار 6 شهور ونحكم 20 سنة بسبب مخبر سري، ومن انحكم ما نعرف بي وين ما وين. نطالب الحكومة بالإفراج عن المساجين. نتمنى هاي الرسالة توصل. في رسالة أخرى: نطالب بالعفو العام من شيوخ العشائر العراقية الأصيلة، وكلامي مفهوم يعني الحكومة ملتهية بالمناصب وتريد تبوق وشكرا. طبعا هذه الرسالة هنا، هذه المناشدة مناشدة قيمة حقيقة وينظر لها. المناشدة هنا وجهت لشيوخ العشائر مشاهدينا الكرام، لعصب العراق، بلد قبلي وقائم على العشائر والقبلية، وهذه المناشدة هي في مكانها. أن تناشد الدولة بحكومات فاسدة وأحزاب طائفية حقيقة غير منطقي، لكن أن يناشد أبناء العراق لنجدة إخوانهم ونصرتهم وإخراجهم من المعتقلات، أعتقد هذه هي المناشدة الصحيحة. من معنا الآن؟ معنا اتصال؟ طيب نكمل قراءة الرسائل. في رسالة لدينا: السلام عليكم، الخزي والعار على هاي الحكومة اللي لا تقدر توفر أجهزة تنفس، وإذا هي شريفة الحكومة والبرلمان أن يتبرعوا بشهر واحد من رواتبهم للمصابين بمرض كورونا، وشكرا لكم الصوت الحر للعراقيين. شكرا جزيلا. في رسالة أخرى لدينا: السلام عليكم أخي، اليوم أصبح العراق بلد بلا حكومة عفوا، هؤلاء عصابة سرقوا خيرات العراق، يجب على الحكومة أن توفر المواد الغذائية لكل مواطن عراقي. تحياتي إلى الثوار، عاش العراق. نوار من هولندا. شكرا يا نوار. استمعتم إلى حديث السيد رداد من جرف الصخر.
المواد الغذائية الآن في الحصة التموينية العراقية هي عبارة عن مادتين طحين وزيت، ويتجي ما تجي حسب الشهر. والناس قال إذا ما اجتنا المواد الغذائية احنا نموت، لأنه لا دولة تدعمنا ولا أكو مسؤولين حكوميين يجون يباعون على حالنا بالمخيمات، عايشين بحال سيء جدا، فعايشين على مادتين. في حين العراق كان الحصة التموينية فيها كذا رقم من المواد الغذائية وتكفي المواطن والطلعة من الأزمات. بالوضع الحالي لا، رغم امتلاك العراق للمليارات ورغم المليارات اللي دخلت لخزينة الدولة العراقية، إلا أنه المواد الغذائية ووزارة التجارة فشلت فشلا ذريعا في إنصاف المواطن وإعطاء حقه من أموال الدولة، من أمواله على شكل مواد غذائية وحصة تموينية. في رسالة أيضا لدينا، السلام عليكم، أنقذونا من قانون التقاعد الظالم سيء الصيت، صار 3 أشهر بدون راتب، مجموع الموظفين 260 ألف موظف من جميع الوزارات اختزلوا من عندنا 3 سنوات بدون حق، مجلس النواب الظالم. أبو محمد من بغداد في رسالة أخرى يقول، طبعا مقال يبدو مقال لي يتحدث عن المتقاعدين بين الحرمان من وظائفهم والحرمان من رواتبهم التقاعدية. طيب، السلام عليكم يا أخي، والله السواق ذولا مثل المجاهدين، لو تشوف السيطرة شلون ذلهم، بس بدخول العلوة، شلون يذلهم بدخول العلوة. الله يكون بعون الجميع ويحمي العراقيين من بطش الميليشيات ودولة الميليشيات. في رسالة لدينا، حقيقة هناك من يحاول الاتصال، نكرر مشاهدينا الكرام، خدمة الواتساب ليست متاحة للاتصال، هي خدمة فقط للرسائل المكتوبة النصية، سنقرأها إن شاء الله كل ما أتيحت الفرصة. يقول أحد المشاركين، السلام عليكم، نشكر قناة الرافدين على إيصال صوتنا، نطلب من حقوق الإنسان تأكد على السجناء، كل الدول انطت عفو بس حكومتنا ميتة ما عندها إحساس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حقيقة في نهاية الوقت فيما تبقى نقرأ الرسائل فقط. طيب، في رسالة تقول أبو محمد من الجزائر، السلام عليكم، إن شاء الله الله يكون بعون الشعب العراقي الجريح، وأن تمر عليهم هذه المحنة بردا وسلاما، وأن ينتقم الله من هذه الأحزاب الفاسدة. تحية لقناتكم الشريفة. أبو محمد من الجزائر، شكرا لك. سجاد من البصرة يقول، تحية طيبة إلى قناتكم الشريفة قناة الرافدين. أخي العزيز، البصرة معرضة إلى وباء عالمي بسبب الحدود مع إيران في منفذ الشلامجة، تعالوا شوف دخول الإيرانيين بكل صلافة، وينك يا عيداني يا حكومة البصرة؟ أدري أنتوا حكومة بس على الفقير، إحنا جالسين بالبيوت والإيرانيين مالين البصرة. في رسالة من سيد مبروك من الإمارات يقول، موضوع السيطرات فيه استغلال وابتزاز واضح في أمور حركة التجار، الحكومات والمسؤولون عن السيطرات لا يحركون ساكن في هذه القضية، هذه ضحية الجشع والفساد المستشري في البلد. شكرا لك يا سيد مبروك. في رسالة تقول، مهما طالبنا بإطلاق سراح المعتقلين فلن تستمع الحكومة والسياسيين لأي أمر إلا بعد أخذ الأمر من أسيادهم الإيرانيين. شكرا لك أبو عبد الرحمن من بغداد. في رسالة، السلام عليكم، نطالب بالعفو العام وتبييض السجون، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، ونعم الوكيل، القضاة حكموا أولادنا ظلم، أولادنا بعمر الورود في السجون. في رسالة، السلام عليكم أخي، الحكومة كليتهم حرامية ولا خلاص للعراق إلا إزالتهم جميعا، إنهم عملاء. في رسالة، نطالب بالعفو العام، رسالة أخرى، مجموعة من الاتصالات حقيقة لن تصل. في رسالة تقول، بعد التحية والاحترام، أنا المواطن علي خضير من المحمودية، نحن أصحاب الطبقة الفقيرة والقوت اليومي سائقي عربة التوك توك، ولدينا أطفال وإيجارات وخطوط المولد على الدولة وخطوط المولد على الدولة، توفير سلات غذائية للمواطنين كافة تكفي لل 14 يوم القادمة، والله أعلم يمكن تكون 14 يوم ويمكن تكون أكثر يا سيد علي. المناشدة إلى وزير التجارة ورئيس الوزراء، وشكرا، نتمنى يسمعون. ريومة من بغداد تقول، أطلق سراح المعتقلين، يخليكم أطلق سراح المعتقلين مثل الدول الباقية من ضمنها إيران،
في رسالة: السلام عليكم، أنا أبو معتز المعتز بالله، أخي والله والله أخي مظلوم، انحكم إعدام وهو بالأصل محامي. يا أخي وين العدل؟ وين الدولة؟ وين الشعب؟ إحنا نطالب بالإفراج عن أخي عمر وزوج أختي عثمان. الله يكون بعونهم. أبو بلال من المحمودية في آخر الرسائل: السلام عليكم، إن شاء الله الفرج قريب، لكن بداية يرجع إلى الله، لكن منه يخاف الله؟ من الحكومة. أبو بلال من المحمودية، أنا أشكرك وأشكر جميع المشاركين الكرام باتصال وبرسائل، ونعتذر لمن لم نستطع أن نقرأ رسائلهم. في النهاية أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.